الجبان باش يقبلوه على اساس تكوين. ايه هزيته انا ومشيت بالبلتام تاعو بالوراق وكل شيء وصححت عليه اللي يقول للمدير وين التكوين في الفحص. ما زوز لي سياره ثم لهنا صححت له ومشيت. مشيت غاديك قال لي خويا شنو اخو المامور؟ قلت له راهو تيلو 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 ها الصوره تاخذ تسنسني. قال لي هذا 2010 2011 ما راه الوزيره رفضتهم. انت مهبطوا في التلفزه وانا تفرجت وجبت له البلتام تاعو وجبت له شهاده مدرسيه. لحظه كي قالوا لك رفضتهم شنو اعطوك حل ولا؟ قال لي برا ارجع للمدير خليه يقرا تو اوتوماتيكمون حتى نرسموه في اكتوبر. يولي عمري 16 نجم. تسمع تسمع في القانون التونسي. اسمعني تعرفش كيفاش هذه الوضعيه؟ تحب تعطيك التليفون يكلمني تشوفوا لك الوضعيه هذه. هذه مدير رئاس لا مدير رئاس اللي شتو شوفها لتو. باهي وانت البرونتيز. ثم حاجه اخرى سيد الرئيس بالنسبه للشباب اللي عاد على العمل لكشاك بالوجوه فهمني كيف كلمتي لكشاك بالوجوه لهنا ولد عمي كل شيء بالوجوه كلتنا الخبر ركبتنا الزطالي. شباب كيما ذاما انا نخاف على ولدي خويا راه برشا حتى الحاكم قاعد قايم الذات وقاعد واقف ويخدم في خدمته. مليون في تونس ما عادش عايش. نخدم في معمل انا نخدم في معمل اوتوليت ما عادش يعيش المليون. انا تو هاولي هادي راهي المكتبه سنه 600 الف من عمي خذيت للطفل كتب وهذا ما خذيتلاش كتب تو مش نشكي لك راه الشكوى لربي مانيش نشكي معناها سيبوزون قطع النظر لهنا كي نحكي لك راهو شباب والعباد متلتله ضو ما كونسوماسيون كل شيء سيدي قيدوه. تجي شوف لك العداد يطك يهز يا خويا انت حط في مجال القرايه. ريت نقول لك حاجه هالبلاد هذه مع الاسف صار في هذا انا اللي نقوله لك تو الساعه الوضعيه نتاع البلاد هذه تو نشوفها وحده بعيد على بعيد على الانتخابات وبعيد على كل شيء فهمني ولا احنا الطموحات تقطعت حتى مع اولادنا. ها يا سيدي اسال مجرد سؤال اي ولد في هذا الكل ها ما حتى ولادي ولا مش ولادي. الصباح انا ساعات يمشوا على كاس حليب. تصورها انت في تونس ولدك كيف على كاس حليب يقرا بكي على كاس حليب. الخدمه كل على الشباب هذا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اسمعني هز رقمي على ولدك تشوفوا له الوضع. البلاد برجاله محبسين راه ما خلوش يتحرك. البصمه باش يعرفوك منين بالضبط. عبد يعرفوا بالبصمه معناتها وروحوا بكم على الاتفاقيه الاخرانيه اللي صارت بين تونس وتونس 17 تاع بالقيمه باش يبقى تو ما تنحتش انت كانت قبل من 2017 الثوره ما يروحوش بالعباد وهبطوكم في مطار مفيضه مطار قرطبه تاع اسمها تاع برق وبعدين كان فيه ما توقفش مشيت 2017 وخدمت غير شوي ولا ما خدمتش؟ وين شدوك؟ لا ما عادش شدوك في الشارع في القهوه في الشارع عملوا كونترول دو بابي ما بابي قلت لهم تشي بعدك ما عندي غير عندي امر كذا نزوق مركز نشوفوا منين كذا كذا هذيك يزوق كروم كيت ما مبه ما كيتش معاه ما خلوني نحكي معاه من نطلب محامي حتى يقول لي زوق راهو كل جمعه 200 كذا ايوا هذا ديما يتم كونترول دو بابي عادي كاكا عادي وتزيري ما يروحوش بها والمغرب ما يروحوش بها اي خاطر بلادهم ما عملتش اتفاقيه نتاع ذل كيما اللي عملوها خويا ان شاء الله نعمل انتخابات وان شاء الله ان شاء الله ما عادش تذلوا التوانسه في عاطل بلاصه حاولات توانسه اللي تذلوا لا في ايطاليا لا في فرنسا لا في اي مكان. السلام عليكم شباب الله يعينكم صباح السلام عليكم السلام لاباس عليكم ربي يبارك لكم يعطيكم الصحه اي نعرف بلاد كامله تعبه مش كذب امورك انت اي سيدي الحمد لله الحمد لله ربي يعاونكم